حياكم الله مشاهدينا الكرام في طبعة جديدة من طبعات اليوم وأهم ما تناولته الصحف من عناوين محلية عربية إقليمية عالمية مع ميثاق حكمة والزميلة رسالة. صباح الخير. صباح الخير ميثاق. صباح الخير مشاهدينا الكرام. طبعة اليوم لكن بعد هذا الفاصل. أولى العناوين الصادرة في صحيفة الصباح لهذا اليوم وفيها الكاظمي من عمان يدعو للتكامل الاقتصادي ونبذ الصراعات بين الدول، وأيضا وزير النفط وقعنا مع شيرفون الأمريكي عقد لتأسيس شركة طاقة، وفيها أيضا اجتماع أمني بشأن التعامل مع المتظاهرين والقبض على عصابة سرقت 200 مليون دينار. وأيضا كتبت صحيفة الصباح أبرز العناوين الصادرة في الصفحة الأولى: المالية النيابية موازنة 2021 يجب أن تنجز قبل كانون الأول المقبل، وأيضا القضاء يوقف عقود شركات الاتصال. وأيضا من ضمن الأخبار أو أبرز العناوين الصادرة من خلال الرياضة أيضا: ميسي يضع حدا لمسيرة طويلة مع برشلونة، وأخيرا إيران تعلن إمكانية التفاوض مع أمريكا حال عودتها للاتفاق النووي. إلى الزوراء مشاهدينا وأهم ما جاء من عناوين وأبرز عنوان في صحيفة الزوراء نذهب به إلى عمان العاصمة الأردنية، حيث تناول فيه الكاظمي: منطقتنا ليست بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة بل للوقوف جميعا مع بعضنا. أيضا من ضمن العناوين الرئيسة في صحيفة الزوراء: القضاء يصدر أمرا ولائيا بإيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال في العراق، والحلبوسي ورئيس مجلس القضاء يبحثان التعاون في إقرار القوانين. في أيضا في وسط صفحة الزوراء: إصابات كورونا في العراق تتجاوز 211 ألفا، ونسبة الشفاء أكثر من 72%. المنافذ الحدودية: دخول أكثر من 30 صهريجا محملا بالأكسجين من الكويت. وأخيرا العمليات المشتركة: قوات التحالف الدولي بدأت بالانسحاب من العراق ولا صحة لتدوير مواقعها. أيضا من الصحف المحلية صحيفة الزمان وأبرز العناوين الصادرة لهذا اليوم: العراق يدعم التهدئة عبر حوار الأطراف الفاعلة، وأيضا تنامي معدل الشفاء اليومي وتسجيل 3962 إصابة جديدة بكورونا. وكتبت أيضا الزمان: النفط يحقق إيرادا إضافيا يتجاوز 38 مليون دولار من مبيعات تموز، والتربية تعلن نتائج الخارجيين غدا، وأيضا القضاء أخيرا القضاء والأمم المتحدة يبحثان تقويم الأطر التشريعية لمكافحة الفساد. هذه أبرز العناوين لصحيفة الزمان. الدستور معك؟ نعم الدستور وأبرز ما جاء فيها يا رسالة. أبرز ما جاء في الدستور مشاهدين الكرام: أيضا في عمان إلى القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، وأهم ما جاء فيها: القمة الثلاثية العراق يدعو لاستبدال لغة الحرب بالتنمية والبناء. أيضا من ضمن العناوين الرئيسة في الدستور: القضاء يحبط آمال حيتان الفساد في عقود الهاتف النقال في أمر ولائي قضائي، والحلبوسي يؤكد للغانمي ضرورة بذل جهود أكبر للحد من الاغتيالات الحاصلة في بعض المحافظات. من ضمن العناوين كثيرة في الدستور: التربية تحدد موعد إعلان امتحانات الخارجين وتصر على إجراء الامتحان، وزير النفط يدعو للاستفادة منها في تنفيذ المشاريع، والاستثمار النيابي تعد الاتفاقية الصينية فرصة لإنقاذ العراق. أخيرا في الدستور مشاهدينا: الرافدين يلاحقوا المقترضين للتسديد، والرشيد يعلن توطين 10 ملايين موظفا لديه. مشاهدينا وانتهاء بصحيفة الدستور وبالعناوين البارزة فيها، نذهب مشاهدينا الكرام إلى الأستاذ باسم الشيخ رئيس تحرير جريدة الدستور. صباح الخير أستاذ باسم. صباح الخير، يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ باسم. القمة الثلاثية التي عقدت في عمان العاصمة الأردنية، هل ستنعكس آثارها قريبا على مواطني تلك الشعوب، يعني على العراق ومصر والأردن، أم أن المراد بها إرسال رسائل لأطراف معينة بعد التطبيع بين الإمارات وإسرائيل؟ يعني تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد هذه القمة الثالثة
امتازت عن سواها بأنها جاءت بتوقيت حرج بعد إعلان التطبيع ما بين إسرائيل ودولة الإمارات والتخوف من أن تلحقها بعض الدول العربية ذات الرغبة المشتركة في هذا الموضوع. أكدت القمة في أول اتجاهاتها على القضية الفلسطينية ومحاولة احتواء هذه الخطوة التي قد تقوم بها دول عربية أخرى، فضلا عن رفض القمة لعملية ضم الأراضي والعربية الفلسطينية من قبل إسرائيل بدون وجه حق، في تحدي سافر لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. نعم، القمة تمتاز عن سواها بأنها أنتجت سكرتارية مخصصة ربما ستتابع عملية تنفيذ مقرراتها على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والاستثماري والصحي وفي مستوى الطاقة، لا سيما مستوى موضوعات الربط الكهربائي الذي يأمل العراق أن تتم لدعم منظومته لإنتاج الطاقة الكهربائية جراء ما تعاني من شح وربما مشكلات كبيرة، فضلا عن أن الدول الأخرى مثل المملكة الأردنية تسعى لزيادة التبادل الاقتصادي والتجاري لأنها أيضا ترى في العراق ساحة خصبة لدعم اقتصادها الوطني، ومستفيدة من ذلك هذه الدول الثلاث مستفيدة من بعض مما تتوفر لديها من موارد سواء بشرية واقتصادية وجغرافية لكي تخلق نوع من التكامل. القمة لا تخلو من رسائل موجهة لكثير من الأطراف لأن بياناتها والكلمات التي ألقيت فيها كانت تؤكد بشكل واضح على تنمية وتقوية المؤسسات الوطنية ومنع التدخلات الخارجية، وكأنما هنالك رسالة موجهة لعدد من الدول الجوار الأخرى التي تحاول أيضا الاستحواذ على السوق الاقتصادي العراقي. يعني أستاذ باسم، استشف من حديثك أن القمة كانت قمة ثلاثية اقتصادية لكنها مبطنة أو مغلفة بطابع سياسي. يعني بالتأكيد لم تخلو القمة، كان الهدف الأساس منها بالتأكيد هدف الاقتصاد والطاقة، لكنها لا تخلو من توجيه رسائل سياسية لأن السياسة في هذه المرحلة متممة لعقد مثل هذه الصفقات سواء كانت صفقات اقتصادية أو استثمارية، حلقات مترابطة لا يمكن الفصل فيما بينها. طيب بالعودة إلى الشأن المحلي، يعني هذا تحدثنا على الصعيد الإقليمي على الصعيد القومي، لكن في الداخل المحلي الأزمة بين الإقليمي وبغداد، هل سترى بالأفق أنه حل قريب إن شاء الله في المفاوضات؟ أعتقد أن فشل المفاوضات بين الإقليم وبغداد في أكثر من مرة سيديم إوار هذه الأزمة، وعلى الطرفين أن يتعاملا بموضوعية ومنطقية مع المشكلات العالقة وخفض سقف المطالب لكلا الطرفين للوصول إلى تفاهمات ممكن أن تغني بغداد عن مشكلات حقيقية وأزمات متواصلة مع الإقليم، وتغني الإقليم عن ضغط داخلي من قبل يعني موظفيه ومن قبل قاطنيها الإقليم الذين يعني يعانون أيضا بسبب هذا الخلاف المشكلات عدم تسديد الرواتب والأجور، ينعكس ذلك على وضعهم المعيشي بشكل واضح. الإقليم يحتاج لأن يفتح جميع أوراقه وسجلاته أمام بغداد بشفافية عالية ومن دون محاولة التغالط ما بين الطرفين، لأن الإقليم هو جزء مهم من العراق، ونحن لا نتعامل الآن مع طرف خارجي لنحتاج استخدام يعني سياسة كسر الإرادات أو محاولة التغلب على الطرف الآخر. يحتاج الطرفان إلى جلسة حوارية شفافة فيها من التقاضي والتنازل عن كثير من الملفات القديمة، لأن العقدة الأساسية في عدم التوصل إلى اتفاق هو في الغالب فتح والنبش في الملفات القديمة التي مضى عليها سنوات ولا يمكن حصرها في جلسة حوارية أو في جلسة تفاوضية. طيب في الشأن المحلي ذاته أستاذ باسم،
كيف يمكن الحكومة أن تتعامل بشكل إيجابي جدا مع ضغط الشارع الآن والمطالب المؤجلة من وجهة نظركم؟ طبعا يعني تقع على الحكومة يعني تحديات كبيرة لأنها ورثت تركة ثقيلة من التردي في كثير من مرافق الحياة، فضلا عن أنها جاءت بمواجهة هذه موجة الاحتجاجات الكبيرة التي تطالب يعني تطالب بسقوف عالية، سقوف سياسية وسقوف خدمية. على مستوى السقوف السياسية، الحكومة أقرت موعد الانتخابات على الرغم من رفض وممانعة عدد من القوى السياسية لهذا الموعد، لكنها تلبية لهذه المتطلبات أقرت الموعد، وهي خطوة يعني تحسب لها. أما في الجانب الخدمي فأعتقد أن الموضوع لا يمكن حل في ليلة وضحاها، لا سيما وأن عمر الحكومة للآن هو تقريبا أكثر من 100 يوم، يعني في أيام قليلة. التحديات كبيرة، والحكومة في خطواتها الإيجابية حاولت أن تمد جسور الثقة مع المتظاهرين. كلما حققت الحكومة جزء من هذه المطالب وأبدت حسن نية تجاههم، سيساهم ذلك في تهدئة الشارع، وهو ما نحتاجه في هذه الفترة. عودة الاحتجاجات بشكل كبير ممكن أن يؤثر على سير كثير من الملفات التي تعمل عليها الحكومة، لا سيما الملف الخدمي، لأنها ستنشغل بأمور جانبية، فضلا عن أن مؤتمر المؤتمر الأمن القومي الأخير الذي عقد في البصرة والذي أسفر عن يعني بيان مهم أكدت فيه الحكومة محاولة التوازن ما بين مطالب الشارع وما بين احترام القانون. طيب، لأن المطالب لا يمكن أن تأتي من خلال الفوق. طيب أستاذ باسم، هذا في الشأن الخدمي، إذا تحدثنا عن الشأن الأمني اليوم، العمليات العسكرية في بعض المحافظات المحررة، هل تجدها بأنها استخباراتية أكثر منها عسكرية؟ يعني على الرغم من كل ما يعانيه الآن المنظومة، تعانيه منظومة الأداء العراقي، لكن القوات الأمنية تقوم بعمل كبير وجبار بالتعاون مع الحشد الشعبي وقطعات الحشد الشعبي المتواجدة، وأعتقد أن هذه العمليات تأتي نتيجة عمل استخباراتي دقيق يكشف عن كثير من الخلايا النائمة، ويكشف أيضا عن كثير من مصادر القلق التي ممكن أن تشكل يعني مكلبة في الجانب الأمني. وقد نجحت القوات الأمنية في أكثر من مكان وفي أكثر من يعني محافظة، لا سيما المحافظات المحررة التي تتواجد بها هذه الخلايا النائمة، نجحت في ملاحقة وكشف ويعني القضاء على هذه البؤر، وما زالت القوات الأمنية تلاحق كثير من سلول داعش التي تختبئ في مناطق نائية أو مناطق تجد بأنها ممكن أن تحميها. هذا العمل والجهد الأمني الكبير يحسب للقوات الأمنية، وهو بالتأكيد يجب أن يستمر، لأن حتى لا يعني حتى لا نعطي لداعش طيب. ولمن يفكر بسوء للأضرار والاستقرار الأهل. الأستاذ باسم الشيخ، رئيس تحرير جريدة الدستور، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم الصحف العربية والعالمية في طبعة اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. نبدأ بأولى الصحف العربية والعالمية، صحيفة الأهرام المصرية، ومنها قمة ثلاثية بين السيسي والعاهل الأردني ورئيس وزراء العراق. عقدت أمس قمة ثلاثية بالعاصمة الأردنية عمان بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاثة، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب. تناول الزعماء الثلاث أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.
أيضا نبقى في ذات الموضوع إلى الدستور الأردنية، ومنها التركيز على القمة الثلاثية، حيث نشر الملك عبد الله الثاني يصرح لقاء السيسي والكاظمي خطوة مهمة لبناء التكامل الاقتصادي. نتابع تفاصيل مشاهدينا. قال الملك الأردني عبد الله الثاني مساء أمس الثلاثاء: اللقاء الذي جمعني بأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي وبأخي مصطفى الكاظمي هو خطوة مهمة في جهودنا لبناء التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك بين بلداننا. وأضاف عبد الله في تغريدة له عبر تويتر أن اللقاء لتأسيس نموذج للتصدي للأزمات من خلال التفكير الإيجابي والتشاركي في ظل جائحة كورونا. ومن الاتحاد الإماراتي نقرأ: وفي نفس الشأن قمة أردنية مصرية عراقية تبحث التعاون لمواجهة تبعات كورونا. شددت مصر والعراق والأردن أمس الثلاثاء على أهمية تعزيز التعاون فيما بينها لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19. جاء ذلك في أعقاب قمة استضافتها العاصمة الأردنية عمان، وأضمت ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. وأكد القادة أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، خصوصا الاقتصادية والحيوية، منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية سعيا لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة. آخر الصحف العربية مشاهدينا هي صحيفة القبس الكويتية، ومنها: الحريري يصرح: لست مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة. نتابع التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة. وقال في بيان صحفي: مع شكر الجزيل لكل من طرح اسمي مرشحا لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة أيضا في آن واحد، إلا أنني لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما تزال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة، وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركائه السياسيين ليصبح ابتزازا للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين وكرامتهم. وإلى الصحف أيضا، أو الصحيفة العالمية، منها صحيفة الأندبت، نطالع فيها: الآلاف يلتقون نتائج فحوصات خاطئة لكورونا في السويد. قالت السلطات الصحية في السويد خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن آلاف الأشخاص تلقوا نتيجة فحوص خاطئة لفيروس كورونا في البلاد، وحصل جميع هؤلاء الأشخاص الذين خضعوا للاختبار والبالغ عددهم 3700 شخص على نتيجة إيجابية، على الرغم من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مما أثار على الحصيلة الرسمية لعدد الحالات في السويد. وسجلت السويد حتى أمس الثلاثاء إجمالي 86900 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 5814 حالة وفاة بسبب كوفيد-19. نذهب مشاهدينا إلى صحيفة الواشنطن بوست، ومنها أخذتنا إلى وزارة الخارجية الأمريكية، حيث صرح بومبيو وحمدوك: ناقشنا التطورات الإيجابية في العلاقات بين السودان وإسرائيل. نتابع تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استمرار دعم واشنطن للحكومة الانتقالية. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو أكد أن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للبلدين، لافتة إلى أن وزير الخارجية وأيضا معه حمدوك ناقشا التطورات الإيجابية في العلاقات بين السودان وإسرائيل. ولفتت إلى أن بومبيو بحث مع رئيس مجلس السيادة في السودان أهمية استمرار دعم الجيش للحكومة الانتقالية. أيضا من الصحف العالمية صحيفة ديلا ميل، ومنها: ساسة ألمان يعتبرون تركيا شريكة غير جدير بالثقة.
وجه خبراء ألمان في الشؤون الخارجية انتقادات حادة للحكومة التركية بشأن الخلاف الدائر بين العضويتين في حلف شمال الأطلسي الناتو اليونان وتركيا حول التنقيب عن احتياطات النفط والغاز البحر المتوسط. وقال النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي يورجن هارت أمس الثلاثاء في برلين: للأسف تدخل عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم به سفن تركية في المياه الدولية ضمن استراتيجية التصعيد والاستفزازات المتبعة خلال الشهور الماضية، ويشمل ذلك في الجانب التركي تقييد حرية الصحافة والرأي وحرية تداول المعلومات واستفزازات تجاه اليونان وتحويل موقع التراث العالمي آيا صوفيا إلى مسجد. الختام مشاهدينا في العالمية من صحيفة ذا تليغراف، ومنها: الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف الاستفزاز مع دخول طائرة تجسس منطقة حضر الطيران. وتابع تفاصيل هذا الخبر. قالت وزارة الدفاع الصينية في منشور على موقع ويبو نقلا عن المتحدث وو كيان إن طائرة التجسس الأمريكية من طراز يوتو دخلت منطقة حظر الطيران خلال مناورات بالذخيرة الحية في المنطقة الشمالية للجيش الصيني أمس الثلاثاء، ما تسبب في اضطرابات خطيرة للتدريبات والأنشطة التدريبية العادية للجيش. وقالت الوزارة إن هذا التصرف الأمريكي انتهك بشكل خطير قواعد السلوك الصينية الأمريكية الخاصة بالسلامة الجوية والبحرية وكذلك المعايير الدولية ذات الصلة. وأضافت أن هذا العمل سيؤدي بسهولة إلى سوء فهم وأيضا سوء تقدير وحتى إلى وقوع حوادث مستقبلا. أول أخبار الاقتصاد من صحيفة القبس الكويتية: 90,000 وظيفة مهددة بالإلغاء في قطاع السفر في بريطانيا. إليكم التفاصيل. حذرت رابطة وكالات السفر البريطانية من إلغاء أو تعرض أكثر من 90,000 وظيفة للإلغاء في صناعة السفر في بريطانيا بسبب تأثير جائحة كورونا على السياحة. وذكرت الرابطة في بيان إن هذا التقدير يأخذ في عين الاعتبار إلغاء الوظائف منذ بداية الأزمة الصحية في قطاع السفر وسلسلة التوريد الخاصة به. وبالنسبة إلى قطاع السفر بالتحديد، منظمو الرحلات ووكلاء السفر وشركات الطيران فقد تأثرت ب 39,000 وظيفة بالوباء، كما وصل الوضع الاجتماعي إلى نقطة حرجة بسبب تأثر القطاع بالتدابير المختلفة التي فرضت من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن صحيفة الرياض السعودية مشاهدينا نقرأ فيها: ارتفاع سعر خام القياس العالمي برنت ليصل إلى أكثر من 44 دولارا. نتابع التفاصيل. ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة أمس الاثنين أو الثلاثاء وسط تفاؤلات تجاه تقديم أبحاث علاج لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية. وسجل برنت زيادة بمقدار 0.77% أو ما يعادل 34 سنتا ليصل إلى 44.69 دولارا، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة بنسبة 0.76% ما يعادل 32 سنتا ليصل إلى 42 دولارا و66 سنتا أمريكيا. أول أخبار التكنولوجيا من صحيفة اليوم السابع المصرية: نقرأ البنتاجون يستعين بالذكاء الاصطناعي لمواجهة الكوارث. إليكم التفاصيل. اتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مواجهة الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة، إذ سيساعد في تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي لتحسين صنع القرار في مراحل مبكرة من حدوث الكوارث الطبيعية والجهود الإنسانية المصاحبة لها. وتم الإعلان عن هذه الخطة في اجتماع افتراضي عبر شبكة الأنترنت شارك فيها ممثلو وزارتي الدفاع والطاقة الأمريكيتين وشركة مايكروسوفت. وقد تم إطلاق 5 اتحادات من الشركات والوكالات الحكومية، وستركز أهداف مشروعات الشركة على توظيف أفضل المواهب التكنولوجية للذكاء الاصطناعي، بداية مع صناعة القرار لتقديم المساعدات الإنسانية وتخفيف وطاءة الكوارث الطبيعية وكيفية تنفيذ خطط محكمة من شأنها حماية الأرواح والممتلكات.
من صحيفة القبس الكويتية مشاهدينا نقرأ نوركس، نطالع أكبر مقدم للخدمات الصحية الرقمية، نتابع التفاصيل. مع انتشار وباء كورونا في أمريكا، شهدت شركة نوركس للخدمات الرعائية ورعاية الصحية الرقمية عبر الانترنت ككل الشركات المماثلة ارتفاعا كبيرا في الطلب. بحسب موقع تيكي كرانش التقني المتخصص، فإن الشركة الآن بعدما حصلت على تمويل بقيمة 22 مليون دولار ومعدل تشغيل سنوي مرتفع قد تصل إلى إيرادتها إلى 150 مليون دولار، لتصبح الشركة أكبر ممارسة رقمية لصحة المرأة. ونقل الموقع عن الرئيسة التنفيذية فارشا راو قولها إن الشركة تشهد الآن تسارعا هائلا في جميع مجالات أعمالها. أول الأخبار الصحة من صحيفة البيان الإماراتية، منظمة الصحة تكشف عن خطة توزيع لقاح كورونا عالميا فور إنتاجه. قالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين أن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق كوفاكس المصمم لضمان الإنصاف الحصول على لقاحات مرض كوفيد 19، لكن هناك حاجة لمزيد من التمويل وعلى الدول الآن تقديم تعهدات ملزمة. وقال مسؤول المنظمة أن أمام الدولة الراغبة في أن تصبح جزءا من خطة المنظمة العالمية لتقديم ما يعبر عن اهتمامها، مع تأكيد نية الانضمام بحلول 18 من أيلول وتقديم الدفعات الأولية المستحقة بحلول 9 من تشرين الأول. والهدف من هذه المبادرة التي يشترك في قيادتها كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي ومنظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، هو ضمان التوفير العالمي العادل للقاحات كوفيد 19 بمجرد تطويرها والتصريح باستخدامها. إلى الدستور الأردنية، حيث نقرأ فيها ترامب يصادق على استخدام واسع النطاق لبلازما المتعافي لعلاج مصابي كورونا، نتابع. صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يسمح باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لعلاج المصابين بالوباء الذي أدى إلى أكثر من 176 ألف وفاة في الولايات المتحدة. ويعتقد أن البلازما مصل الدم يحتوي على أجسام مضادة قوية يمكن أن تساعد المصابين بكورونا في محاربة الفيروس بوتيرة أسرع، كما يمكن أن تسهم في الحد من التداعيات الخطرة للإصابة بهذا الوباء. وعلى الرغم من أن البلازما مستخدم حاليا في علاج مصابي كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى، ولكن لا يزال الجدل قائما بين الخبراء حول مدى فاعليته. وإلى معرفة آخر تطورات جائحة كورونا بالتأكيد محليا، لدينا اتصال مع الدكتور أحمد الردين اختصاص صحة عامة. السلام عليكم ونورتنا في طبعة اليوم. صباح الخير دكتور أحمد. دكتور أحمد يسعد صباحك بالخير. دكتور أحمد صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير، ان شاء الله صحة وسلامة للجميع يا ربي، ولكم ولكل مشاهديكم الكرام. اهلا وسهلا. دكتور احمد، يعني لابد انه نسلط الضوء بالدرجة الأولى على البحث الطبي العراقي اللي تم اكتشافه من خلال الكشف المبكر عن فيروس كورونا خلال ساعة. ما رأيكم بهذا البحث، وهل ممكن أن يطبق على أرض الواقع بشكل يعني سريع؟ نعم، يعني بخصوص تشخيص يعني حالات كورونا اليوم ليس فقط في العراق انما في كل الدول، ربما تجرى الكثير من البحوث من اجل معرفه طبيعه هذا الفيروس من ناحيه وسلوكه داخل جسم الانسان من ناحيه اخرى، وايضا الاتجاه نحو ايجاد سبل لتشخيص الحاله. الاعراض هي لربما الأكثر والأقرب لتشخيص الحالة علميا، على اعتبار أنه لا يوجد في العالم هنالك فحص 100% في نتائج تشخيص هذه الحالة، وهنالك أيضا بحوث تجرى على مستوى باقي الدول. هناك بحث في الصين الآن يجرى على عن طريق الهواء الزفير لمريض الكورونا من أجل تشخيصه، ولكن لا يوجد لحد الآن
حقيقة فحص يعطي نتيجة 100% أنه هذا الشخص مصاب، ولكن نعتمد بشكل أو بآخر بدرجة أخرى كبيرة بتشخيص كورونا على الأعراض. كل الفحوصات اللي تجرى اليوم تعتمد على تشخيص الحالات لربما الغير مشخصة، ولدينا في العراق حقيقة عدم مراجعة وعدم، لا يوجد لدينا مخطط لمعرفة الحالات الغير لا تحمل أعراض في مرض الكورونا، وهذا اللي يمكن يشكل خطر عندنا حقيقة في العراق. نعم. بالإضافة إلى عدم مراجعة أيضا المرضى لديهم أعراض، عدم مراجعة من المؤسسات الصحية والأطباء، تجوالهم أيضا في استمرار تجوالهم في الشوارع في الأسواق. هذا يشكل خطر، وهذا هو الخطر الحقيقي. أما قضية لدينا كتشخيص الحالات، لدينا الفحوصات المفرط، لدينا فحوصات المسحات، ولكن هذا ربما الأسرع يعني بشكل أو بآخر نتيجة دقيقة 100% لتشخيص الحالات. نعم. طيب دكتور، حذرت وزارة الصحة بالأمس من هناك موجة ثانية راح تكون في العراق، هل وزارة الصحة على استعداد كامل لمواجهة هذه الموجة؟ يعني لا نتحدث عن موجات، هناك هي موجة واحدة، هناك ارتفاع بعدد الإصابات بين الحين والآخر، ولدينا حقيقة عدد إصابات ليست بالقليل، هنالك في كل الأوبئة هنالك ارتفاع يسمى بالارتفاع الأسي، يعني الحالات اليوم اللي 9 ممكن تصير لدينا 18 91 وهكذا، يعني تسلسل يحدث تصاعدي. اللي شاهدنا انه الفترة الماضية هنالك استقرار الحالات اقول المشخصة عن طريق وزارة الصحة، وهي لا تمثل حقيقة الحالات الحقيقية الموجودة في المجتمع. لدينا كأطباء نلاحظ هناك ناس لديهم اعراض واعراض كورونا ويعتمدون فقط على المفرط في التشخيص ولا يراجعون المؤسسات الصحية، وهذا اللي يشكل خطر. فبالتالي عدد الاصابات الفعلي التي لدينا في العراق المشخصه هي لا تمثل حقيقه الرقم الواقعي، هناك لربما نسب اصابات كبيره، بالاضافه الى لو اضفنا الحالات اللي هي لا تحمل اعراض كالاطفال مثلا، كبعض الناس اللي ممكن لا تظهر عليهم اعراض الاصابه، شباب، الرقم سوف يكون كبير حقيقه بالعراق. صح. وهي اليوم لدينا ارتفاعات. زيادة عدد الحالات وارتباطها يعتمد أيضا على التجمعات، إحنا كل ما كان هنالك لربما تجمعات، وحتى وزارة الصحة يمكن أكدت على موضوع أنه الالتزام خاصة في فترة الزيارة بالإجراءات الوقائية، هذا مهم جدا أنه حتى لن نرفع أكثر عدد الأصابات، وإن كانت عدد الأصابات اليوم هي ليست قليلة، هنالك أكثر يمكن ما الدولة اليوم في الدول المنطقة بها عدد إصابات كورونا هي العراق. ومثل ما قلنا أنه ليس فقط العدد الإصابات المشخصة من قبل وزارة الصحة تمثل الرقم الحقيقي، الرقم الحقيقي لربما أكثر بكثير، لربما حتى أعداد مضاعفة من حالات الإصابة الموجودة في العراق. طيب دكتور، في أحد الدول الأوروبية تم الإعلان عن مصاب سابقا ومشافى من فيروس كورونا المستجد والإصابة لمرة ثانية، يعني هذا يدعو إلى القلق، هل ممكن أنه يحدث هذا الشيء لا سامح الله في العراق، أنه شخص مصاب ممكن أن يصاب مرة ثانية وهو ما راح يتبع، لأن يعني متأكد من نفسه أنه هو انصاب بعد انتهى ما راح ينصاب مرة ثانية، ممكن أن تكون هذه الحالة موجودة في العراق؟ لا سامح الله. القضيه يعني اعاده الاصابه مره ثانيه حقيقه هاي اول دراسه نشرت بشكل علمي، وكانت الحديث منذ اشهر حول موضوع انه الحالات ممكن انه كورونا ترجع، حقيقه الامر هذا مرتبط بانه هنالك اكثر من نوع من الكورونا، وفي ماليزيا ودول اسيويه شخصوا حوالي 6 انواع من فيروس كورونا موجوده، وربما هذا اللي قاعد نشوفه احنا لدينا في العراق، انه هنا حالات اصابه خفيفه وحالات اصابه متوسطه وحالات اصابه شديده، قد تكون السبب وراءه هو تعدد وجود هذا الفيروس، هنالك فيروس يتجه بالاعراض نحو الجهاز الهضمي والاعراض البسيطه، هناك فيروس يتجه نحو الجهاز التنفسي، وهناك فيروس يمضي اعراض الجهاز التنفسي وعاد الجهاز الهضمي، وقد يكون اكثر خطرا. هناك 6 انواع تقريبا موجوده مشخصه لانواع الكورونا، قد يكون هو السبب
الرئيسي في عادة الإصابة، أما أنه هو نفس الفيروس يصيب الإنسان مرة أخرى. نعم. هذا يعتمد على جهاز المناعة، وبأقل تقدير هناك فترة 6 أشهر الأجسام المضادة اللي تشكل تمطي مناعة. نعم. الاعتماد عدد الإصابة مرة ثانية يعتمد على موجود فيه المجتمع في الدول من أنواع الفيروسات. نعم دكتور. خاصة بالفيروس التاجي أو فيروس كورونا. أنا أعتقد هذا الموضوع لا نأخذ بشكل أوسع وأكثر يعني حقيقة أكثر قلقا. نعم. الفيروس ممكن أنه يسيطر عليها باللقاح. نعم. ولهذا حبينا نستفسر. نعم. ولهذا حبينا نستفسر منك كل هذه المعلومات. شكرا للدكتور أحمد الرديني اختصاص صحة عامة على كل المعلومات والتفاصيل اللي قدمتها في طبعة اليوم. شكرا جزيلا. إلى أخبار الثقافة مشاهدينا، وفيها الثقافة والفنون. كتب الصحيفة الراية الديوان القطري يطلق مسابقة انعكاسات الفن في محاربة فيروس كورونا. نتابع التفاصيل. ينظم البيت الثقافي العربي الديوان التابع لسفارة قطر في العاصمة الألمانية برلين مسابقة فنية جديدة بعنوان انعكاسات الفن في مكافحة جائحة كورونا، وذلك من خلال تقديم أعمال فنية وتصاميم إبداعية تجسد انطباعات الفنانين ورؤيتهم الإبداعية لدور الفن في مكافحة تفشي هذا الوباء. وتهدف المسابقة إلى دعم التواصل بين جميع الفنانين حول العالم خلال هذه الأوقات العصيبة التي يعيشها العالم أجمع، كما تسعى أيضا لأن تكون بمثابة منصة فنية لتعزيز التكاتف والتضامن بين الفنانين الشباب. وأيضا من أخبار الثقافة، صحيفة الأهرام المصرية صدور الترجمة العربية لكتاب تاريخ الطاقة والحضارة بأبوظبي. صدور الترجمة العربية لكتاب تاريخ الطاقة والحضارة بأبوظبي صدر حديثا عن مشروع كلمة للترجمة التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. الترجمة العربية لكتاب تاريخ الطاقة والحضارة من تأليف فلاغاف سيميل وترجمة الدكتور محمد زياد كبة ومراجعة محمد فتحي خضر. ويوضح تاريخ الطاقة والحضارة أن الصراع على موارد الطاقة باتت سمة بارزة من سمات العصر، وأدى إلى كثير من الحروب والنزاعات الدولية بالأخص في منطقة الشرق الأوسط الغنية بهذه الموارد لا سيما النفط والغاز. إلى الأخبار المنوعة مشاهدينا، ومنها نقرأ من صحيفة الرؤية الإماراتية عماد العقاد يحول عناصر بيئية مهمشة إلى استوديو فني. نتابع التفاصيل. حول الفلسطيني عماد العقاد أرضا بورا بغزة إلى استوديو تصوير متكامل بجلسات تصويرية وجمالية من وحي الطبيعة وبأدوات ومعدات مهمشة من البيئة، جاعلا من ذلك ترسيخا لمفهوم الحفاظ على استدامة البيئة. واستطاع العقاد إنشاء الاستوديو التصوير الخاص به بتجميع الألواح الخشبية وإطارات مطاطية لسيارات تالفة ورفوف ثلاجات تم الاستغناء عنها ليجعل منها تحفا فنية. وقال عماد: لم يكلفني الأمر أي مبالغ مالية باهظة، حيث حولت الأدوات المهمشة في البيئة إلى عمل فني متكامل. وإلى اليوم السابع نقرأ تقاليع الزفاف عقد زواج ببستان وبدلة في أعماق البحر. تشهد الألفية الثالثة تقاليعا كثيرة في تنظيم حفلات الزفاف التي يبتكر فيها العروسان طرقا ولمسات خاصة تضيف مزيد من البهجة والذكريات الرائعة التي لا تنسى في ليلة العمر، فيما يعتقد البعض حفلات الزفاف لعدة ليال أو يبتكرون طريقة وصول جديدة لقاعة الزفاف عن طريق البحر وغيرها من الأفكار. وكان الثنائي يتزوجان حديثا رأي آخر حيث قررا عقد زواجهما في أعماق البحر، وكانت البداية لدى الصحفي الذي نشر صور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن ثم نقلتها عنه وسائل إعلامية لتجوب بعدها صور حفل الزفاف تحت الماء منصات السوشيال ميديا المختلفة، ولكن دون أن توضح أي تفاصيل عن هوية أو جنسية العروسان عدا أنهما يحملان الجنسية الهندية. نشرت صحيفة النهار اللبنانية الجماعية غلبة المال ونجومه بايرن ميونخ ملك الملوك. نتابع التفاصيل.
بجدارة واستحقاق توج بايرن ميونخ بطل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في أطول نسخاته. الفريق البافاري قدم بطولة مثالية وبتشكيلة لا تشوبها شائبة، وانتزع الكأس الفضية ذات الأذنين منهيا حلم باريس سان جيرمان الفرنسي في التتويج القاري في المباراة النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة. وللمفارقة فإن من سجل هدف اللقاء الوحيد هو كومان ابن سان جيرمان الذي لم يؤمن بموهبته عندما كان يافعا فانتقل إلى يوفنتوس، حيث عانى العزلة أيضا ليجد نفسه نجما مع العملاق البافاري. وفضل أيضا مسؤول الفريق الفرنسي البذخ لشراء أبرز نجوم الساحرة المستديرة، وكانت النتيجة دموع منهمرة فوق عشب ملعب دالوش في مدينة لشبونة البرتغالية، تحسرا على خسارة لقاء النهائي أمام فريق امتاز بالأداء الجماعي من رأس الهرم وصولا إلى أصغر عنصر في النادي. وإلى آخر خبر من الأخبار الرياضية من صحيفة القدس العربي، نقرأ تأثير الصدمة، نيمار يبارك لليفركوزن بفوزه بالأبطال. ظهر تأثير الصدمة العنيفة على مشاعر وأفعال النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد تبخر حلمه في رفع كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية بسقوط باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في نهائي ملعب لشبونة، وتحول تعاطف المشجعين مع نيمار بعد انهياره من البكاء، وأيضا إلى عاصفة من التعليقات الساخرة لوقوعه في المحظور ولتتويجه بكأس ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه. وكتب نجم برشلونة السابق عبر حسابه على منصة تويتر الاجتماعية: الخسارة جزء من كرة القدم. عادة ما يكون هناك نجوم صغار لا يؤمن بموهبتهم سواء في مؤسسات أو في أندية، ومن ثم يصبحون عالميين ويصبح لهم شعب. مشاهدي الكرام، هكذا انتهت طبعة اليوم من الصحافة وأهم ما جاء فيها من عناوين محلية عربية عالمية. ماذا لديك ختام؟ الختام طبعا يعني. شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.